بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.